بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، بمناسبة يوم الأرض أحيي كفاح شعب فلسطين الشقيق من أجل استعادة أرضه المغتصبة، ونجدد مساندتنا لهم في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم. كذلك نعلن تضامنا مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين ترتهنهم دولة الكيان الصهيوني، وأدعو رئيس المجلس وقد فعله والمكتب إلى المطالبة بإطلاق سراحهم لدى الهيئات الدولية حتى يمارسوا نشاطهم الذي فوضهم الشعب من أجله. بالنسبة للمواضيع الحال، أولها الاعتداء على المصحف الشريف وبعض المساجد. هذا يرمز فيما يرمز إلى حقد على مرجعية شعبنا وهويته، وهو حقد صنعه النظام السابق وحلفائه في الداخل والخارج للحيلولة بين شعبنا ومصدر عزته وقوته ووحدته أيضا. وأقول أن وحدة شعبنا وتضامنه حرستها هذه القيم وهذه المقومات الرئيسية لهويتنا. إلى جانب المعالجة القانونية ووضع المسألة أمام القضاء، نقول إلى جانب ذلك لابد أن تتحمل القوى الفاعلة في بلادنا من جمعيات وأحزاب، من هيئات، من إعلام، وخصوصا ذات التوجه الديني، إلى معالجة أسباب هذه ردود الفعل، وذلك بتقديم المضامين الدينية السمحة، لأن هذه ردود الفعل هذه كان وراءها دوافع كثيرة. قلت الأشخاص والجماعات ذات المرجعية الدينية لابد أن تعدل من مضامينها إلى مضامين سمحة تبشر بالعدل والرحمة والتعاون والتحابب، وأن نتجنب التشدد الذي يوهم بأن مصدره القرآن والمساجد، وهذا ما يفسر بعض ردود الأفعال. أن نتجنب الاصطفاف الإيديولوجي والتشيع المبالغ فيه، وأن ندعم منطقة الوسطية ومنطقة الوسط الكفيلة بإشاعة روح الاعتراف بالآخر والتعايش والتعارف والتعاون، وهذا ما تحتاجه بلادنا لمواجهة التحديات الكبيرة أمامنا والنجاح في معالجتها. هذه الوسطية مطلوبة في الدين كما هي مطلوبة في السياسة وفي الحركة الاجتماعي وفي العلاقات الخارجية، وهي سمة لتونس ولأمتنا لا مجال للنكوص عنها والتنكر لها. المسألة الثانية مسألة العلم، هذا أيضا عنوان آخر لوحدتنا ورمز لسيادتنا، فنحن كما ندين من ينكسه أو يدنسه أو يغيره، لأن في ذلك اعتداء على كل المعاني التي ذكرناها، وهذا أمره إلى جانب أن الأمر موكول إلى القضاء. ندعو المسؤولين إلى أن ونقول أن من يساهم في تشويه صورة البلاد في أعين أبنائنا، الصورة الأمنية، الصورة الثقافية، الصورة الحضارية، وكل من يغذي الاحتقان الذي يدفع بالطائشين إلى مثل هذه الأفعال، فكما أن ابن علي أدب الناس إلى أن كرهم فرواحهم إلى أنهم واحد يحرق جسمه، واحد ينتحر، كذلك هنالك من يكره في الناس في البلاد إلى حتى أنهم بعض الطائشين تعدوا على رموز البلاد. ولذلك نحن ندعو إلى التعاون وإلى التعايش شكراً وإلى شكراً روح شكراً وإلى بسط روح الوسطية.